مساء الخير بحلقة جديدة من أونلاين. بتواصل إدارة مهرجان ليالي قلعة دمشق على وضع الاستعدادات الأخيرة لانطلاق فعاليات المهرجان المقرر انطلاقها يوم 2 أغسطس المقبل بمدينة دمشق السورية. بيفتتح مهرجان ليالي قلعة دمشق كل من الفنان زياد برجي ومحمد المجذوب يوم 2 أغسطس المقبل، وبيحيي الفنان جوزيف عطية حفل غنائي بيوم 3، كما تحيي الفنانة كارول سماحة حفل غنائي بيوم 4، والفنان مروان خوري بيوم 5، وبيوم 6 أغسطس النجم صابر الرباعي. مهرجان ليالي قلعة دمشق انطلق للمرة الأولى بعام 2018 وأحياه عدد كبير من الفنانين، وهن حسين الديك ونصيف زيتون وملحم زين ومروان خوري. شركة مينا بتطلق الدورة الرابعة من مهرجان ليالي قلعة دمشق وبتستمر بصناعة أجمل اللحظات مع جمهورها. رح نستضيف معنا من سوريا الصحافي عمار البري كرمال يخبرنا أكثر عن التحضيرات والتجهيزات. أهلا وسهلا فيك عمار، مبسوطين كتير بتواجدك معنا. أهلا وسهلا فيك، مبسوط أني معكم بهالحلقة. خبرني كيف عم بتشوف التحضيرات؟ اكيد شركه مينا يعني هي الدوره الرابعه اللي عم تطلق فيها مهرجان ليالي قلعه دمشق، فاكيد التحضيرات عم بتكون كثيفه وكبيره وفي مجهود كثير كبير عم ينبذل بالكواليس. نعم. خاصه انه هي السنه في تنوع كثير كبير بالفنانين والنجوم اللي راح يكونوا معنا بهي النسخه، فمعنا اول نهار محمد المجذوب وزياد برجي، ثاني يوم معنا جوزيف عطيه، ثالث يوم معنا فرقه سفر ونجمه كارول سماحه، ورابع نهار معنا النجم مروان خوري، وخامس نهار معنا صابر الرباعي بعد 12 سنة غياب عن سوريا. أكيد. صح. فتحضيرات كثيرة ونحن متحمسين صراحة، خاصة أنه في يعني جمهور لشركة مينا من سوريا ومن لبنان ومن العراق ومن الوطن العربي. عمار بفهم منك أنه يلي مميز هيدي السنة هو باختيار الفنانين، مزبوط؟ هلأ كل سنة يكون في تحدي على شركة مينا بأنه هي تجيب يعني مختلف الفنانين مثل ما بيقولوا، لحتى هي تغطي كل أذواق فئات المجتمع، لأنه اليوم كل مجتمع إلى ذوق معين، لحتى هي بتسمع حفلة بتروح تحضر كونسرت أو أي شيء. سو هذا الشيء بالنسبة لشركة مينا تحدي كتير كبير لأنه هي بتقدر تواكب كل هاي الأذواق، فهي السنة إن شاء الله يعني نكون هيك عم نعمل شيء يحبوه الجمهور مثل ما يقولوا. لا أكيد يعني بكفي أداء في فنانين مثل ما بعدك ذكرنا إياهم، فنانين مين ما كان بحبهم ومين ما كان بحب يحضرهم. خبرني في فنانين رفضوا او اشغالهم فينا نقول ما ساعدتهم انهم يكونوا بال يعني من بين الفنانين؟ هلا مش قصه يعني انه رفضوا، بس هي قصه دائما الوقت بيكون بالنسبه للفنان تحدي. مزبوط. يعني بالصحافه الفنيه وبعرف كواليس عمل الفنانين كيف بتكون، كيف تكون اوقاتهم على التكه وعلى الدقيقه، فاحيانا بتكون قصه انه الوقت مش ظابط، التاريخ مش ظابط، وخاصه انه هلا نحن بالسمر سيزون يعني موسم الصيف، فكل العالم بيكونوا عم يعملوا تور وعم يعملوا صح. سفر وعم يعملوا قصه. مزبوط. فسأبت يمكن انه معنا هيدي النسخه من المهرجان. طيب بس ليه هيدي المره الحضور السوري كفنانين خليني اقول اقتصر على الفنان المجذوب وفرقه سفر؟ لانه مع الزمن مهرجان ليالي قلعه دمشق عم يتحول اكيد هو من مهرجان سوري لمهرجان عربي خلينا نقول، وعم بيكون عنده انتشار كثير كبير على صعيد الساحه العربيه. مزبوط. خليني اقول لك يعني خبرتك انه نحن عندنا حضور من لبنان ومن العراق ومن صح. الاردن وحتى من الخليج، يعني رفقاتي هاي السنة جايين عم يحضروا كل الأشخاص يلي هن عم يكونوا موجودين. فأكيد اليوم لما نحن نحكي عن مهرجان عربي فبحلو أنه يكون في تنوع كتير كبير سواء من الناحية السورية ومن الناحية العربية، لهيك معنا اليوم أكيد من لبنان الشقيق معنا أستاذ مروان خوري ونجمة كارول سماحة، ومعنا زياد برجي، ومعنا جوزيف عطية، وأكيد من العالم العربي معنا النجم صابر الرباعي. طيب عمار خبرني ليه تم اختيار قلعة دمشق للمهرجان؟ هلا قلعة دمشق يعني هي من الأماكن التراثية العريقة الحضارية اللي موجودة بسوريا طبعاً. فبالتالي هي مكان يعني بيشبه شغف الشركة، خليني أقول لك لحتى نعمل فرحة، واليوم الشركة أكيد عليها عاتق كتير كبير أنه هي تعمل تكون جسر واصل بين الجمهور يلي بيحب يحضر
هول الفنانين وبين الفنانين اللي بيغنوا على هالستيج، فحتى انه الستيج بتشبه تاريخ الفنان اليوم ومسيرته، وبتحترم هيدي النجاحات اللي هو بيعملها. لهيك قلعة دمشق هو خليني اقول مكان مرتبط بهي النجاحات، ومرتبط بهي انه بهذا الشكل من يعني انه من الكونسرت. خلينا نقول عمار، في صعوبات عم بتواجهوها بشكل عام بالمهرجان؟ هلا لكي ما في شيء بالحياة يعني بينعمل إلا ما أكيد يكون في كتير أكيد تحديات وفي صعوبات أكيد عليه. أكيد هلا بسوريا بتعرفوا أكيد لبنان وسوريا واحد، يعني إنه بهالظروف الصعبة مظبوط. وبكل الأمور اللي نحن عم نمر فيها، فأكيد في صعوبات وتحديات، ولكن الشغف خليني أقول لك هيك يعني انتظار النجاح الكبير وهيدي الفيدباك اللي عم نسمعها من العالم هي اللي عم تخلي يكون في دافع اكبر لحتى نحن مظبوط نشتغل بطريقه انه ما بتخلينا نطلع على التحديات انه عن هي تحدي، بالعكس نحن عم نتحدى حالنا لنطلع باحلى صوره، وخصوصا لما اعلنا عن المهرجان يعني تفاعل الجمهور، الفيدباك، مظبوط. الصحافه، الاعلام، هي أساساً حتى الفنانين. عمار تحديات دايماً بتبين من حس المسؤولية اللي بيكون موجود، صح؟ أكيد طبعا، وطالما إنه نحن عم نقول عن مهرجان هو صار مهرجان سنوي مظبوط صيفي تقليدي مرتبط بشركة مينا، فبالتالي طبيعي إنه كل سنة تتغير الظروف، تتغير طبعا القصص، تتغير، بس كمان في عنا سايد أكيد يعني بوزيتيف. خليني أقول لك يعني مثلا هي السنة أسعار التيكتات كنت وأسعار جاي أسألك إنه عنه، المهرجان كثير مدروسة؟ يعني مناسبة، أكيد هي نعم كثير مناسبة للوضع العام، للوضع المعيشي والظرف الاقتصادي، فهيدي كمان بوزيتيف سايد خليني اقول لك، يعني نحن كمان نطلع فيه من كل الجوانب. طيب، تتوقع كمان يكون أكيد في إقبال كبير من الناس، صح؟ هلا بالنسبة للي عم نشوفه ان شاء الله اكيد يعني اكيد رح يكون في اقبال، لانه السنة الماضية حفلة جوزيف عطية يمكن كان في 7000 شخص، نعم بتخيل يعني هيك القلعة وحلو المنظر هيك من فوق كمشهد يعني مؤثر جدا. صح فعلى تفاعل السنة، وخصوصا انه نحن مثل ما خبرت حضرتك انه ظروف مشتركة بين لبنان وسوريا، فالشعب السوري واللبناني والعربي تحديدا بحب انه يفرح، فما أكيد يضيع فرصة انه هو يحضر كونسرت او يحضر حفلة او يحضر اي هيك شيء بخليه انه ينسى الظروف اللي عم يعيشها. سو اكيد بتوقع حيكون في اقبال كثير كبير من قبل الجمهور إن شاء العربي، الله. مش حقول بس السوري، لانه قلت لك في عنا حضور من كل الدول العربية، صح حتى زملاء الصحفيين والاعلاميين متحمسين لحتى يغطوا هي الحالة من الفرح ومن السعادة. طيب، بعد عندي سؤال لك عمار، وهذا السؤال عن رأيك، أي فنان برأيك الجمهور متحمس يحضر كتير، خاصة أنه صاب رباعي عم يعود بعد سنوات طويلة مثل ما حضرتك ذكرت؟ اكزاكتلي هلا صراحة أنا أغلب الوقت عم أقضيه مع الشركة وعم نشوف كيف عم يكون الإقبال على المبيعات وعلى التفاصيل اللي عم بتكون موجودة بكل القصص. صراحة كل حفلة لها نكهة خاصة، يعني نكهة خاصة، طبعا مثلا عندك هيك الكابل يلي صاير بين جوزيف بين زياد برجي ومحمد المجذوب أول نهار، إنه كثير العالم إنه محمسة وهو الأوبننج، وهيك مثلا جوزيف عطية عنده جمهور كثير كبير بسوريا والعالم كثير بحبوه، واصلا هو يعني دائما بيعمل اجواء مختلفة، خصوصا السنة الماضية كانت حفلته من اروع الحفلات. يعني خليني اقول لك لقيت سفر كونه هيك الشبابية، وهلا يعني عم تتسمع كثير من العالم، مع نجمة كارول سماحة اكيد عاملين هيك كولابوريشن كثير حلو، واكيد ملك الرومانسية نجم مروان خوري، العالم متحمسة كثير تسمع اغاني، ومثل ما ذكرت حضرتك استاذ صابر الرباعي يعني بعد غياب 12 سنه، فالعالم نفسه يرجع يوقف على المسرح وخصوصا على مسارح سوريا. أكيد. هلا هن بصراحة يعني كل الفنانين اللي مشاركين لهم اسمهم ونكهتهم الخاصة وكلهم حلوين، وأكيد كلهم لو بصرنا بنحضرهم صراحة، يعني ما في حدا بيتأفهم منهم. عمار، أهلا وسهلا فيك مرة تانية، بتشكرك كتير على وجودك. بتشكركم كثير وميرسي لكم، واكيد قناه لنا دائما بتواكب كل القصص اللي نحن بنعملها، واكيد انتم مدعوين على المهرجان لتكونوا معنا وتعيشوا احلى اللحظات. وسعيد جدا اني كنت ضيف هاي الحلقه، كلك ذوق. ترجمة